الحدود وهدفين جم في 3 دقائق، ابراهيم عبد الخالق في الدقيقه 77 واحمد سعيد اوكا بيضيف الهدف الثاني لسمو. 50 نقطه بيحتل بيها المركز الخامس النهارده مصر المقاصه، لما كانش فاز كان هيبقى ماما اللي راح لنادي الشرطه. ادي الركنيه اتحطت على الامر قريب وخطيره وجول، خطيره وجول، واتعملت ايه في غفله من المدافعين، خطفها خطف ده صاحب القميص رقم 22 محمود اللاعب هشام فخم. ابراهيم عبد الخالق، ابراهيم عبد الخالق وحاططها هنا. بص بص شوف الراجل، مش ممكن اسامه رجب هنا. ابراهيم عبد الخالق النهارده اقل بكتير، ابراهيم عبد الخالق من مستواه العالي، لكن والله اكنه سمعني عايز يعمل هجمه عنتريه. ابراهيم عبد الخالق ولعبه عرضيه وتسديده حلوه، يا ولد يا ولد يا ولد، مختفي تماما طوال اللقاء، حتى ظهر في هذه الكرة اللي عملها باس إلى مصطفى طلعت، ومصطفى طلعت يحط كرة صاروخية من بره المنطقة يسجل هدف. وعرضية جوه 18 وخطيرة، أوه الهدف الأول لنادي سموحة، الهدف الأول لنادي سموحة. إبراهيم عبد الخالق، قلنا إن إبراهيم السيطرة اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عليها مع الكابتن وليد صلاح الدين، كان من شوية بيقول لي نادي سموحة بدأ يركب الجيم وياخد الكرة. لكن سعد يطلع بقبضة ايده، يطلع مرة تانية ركنية. سموحة أفضل في ال 24 دقيقة اللي احنا بنلعب فيها، المرة دي اتلعبت على مرتين، العرضية على القائم الأول وجول جول جول في الدقيقة 24. أدي العرضية اتحرك فيها كويس جدا، لكن أحمد سعد طبعا يسأل برضه عنها. بصوا يا جماعة، أدي محمد طارق واتحطت في الزاوية الضيقة، المفروض بيبقى في واحد من المدافعين ماسك القائم الأول، لكن ما في. مرة تانية اللي عبد الخالق، عبد الخالق، عبد الخالق، عبد الخالق بيوسع نفسه جول. في راية ولا صفارة، في هدف، هدف جميل جميل جميل، هدف جميل جميل جميل. عبد الخالق أهو، ليه عبد الخالق ده؟ مش عبد الخالق ده. ده أصلا أعتقد إن هو تقريبا سموحة في الدقيقة 80 عشان ينتهي اللقاء لصالح سموحة اللي كان حريص على الثلاث نقاط. أعتقد فوز كبير.